حاجة، أنت زوجة الشيخ أحمد الأزرق. اي نعم. وراوك التصاور اللي اتنشرت. شايفته ايه؟ أنا كنت في شرنيكول، مشيت لشرنيكول ايه؟ وأنا صورت الفيديو اللي في شرنيكول. وأنت كي ريت التصاور، شنو انطباعك؟ انا دوما ما شفته، دوما ما شفته، قلت هذاك هو، هذاك هو راجلي، قلت عرفته، سبحانك يا ربي عرفته برا. معناها ملامح الوجه، كله أمارات. كله كله ما نعرفش الوجه، والديه وساقيه ووجهه ولحيته وصدره كله عرفته، الطرف طرف عرفته. آه. شنو اللي خلاك تتأكد معناها 100% اللي هو بالضبط راجلك؟ فهمتني؟ التصوير عرفته، خي ما نعرفوش مالي عرفته، هذاك هو. متأكدة معناها اللي هو، متأكدة من هذاك، ما عندك حتى شك؟ ولا ما عندي حتى شك، هذاك هو. نعم. حتى البنات عرفوهم، نعم. أما هذا كيف أنا شفته عاد عرفته وقت. سميرة، أنتي بنته الكبيرة أختي. هذيك غبتها ليبرتي، ملي شفته أنا جيت سيكونس في سبتمبر، ريتها حسيت قلبي تنتش. أما كيف شفت نلقى عبد الملك أسبوعي قلت راجل آخر، ما قولوا اسمه نعرفش كيفاش عديتها، ما دخلتش لداخل وقريتها وشفت معناها، ما نعرفش علاش، ما انا ريتها وتنتش قلبي هكا. قلت لي ماما شوف الراجل هذيك في نور، كيف شفت عبد الملك اسبوعي قلت يا مساكن وبرا وكهو الوحده في ساقه حياتي، قلت يا ربي مساكن وكهو، ما قدتش منه، ما قربتوش، ما كبرتوش، تعديت بساجي هكاك معناها، حتى فين. وديما عندنا احساس اللي هو ما هوش ميت، ديما عندي احساس اللي هو مستناو فيه. أختي مرحبا بك، عرفنا بروحك أنت. أنا سارة بنت الشيخ أحمد الأزرق. نعم، باش نسألك، مرحبا بك، باش نسألك، شفت التصاور على الإنترنت متاع شيخ شرنيكول عبد الملك أسبوعي، ويعني وشفت الفيديو اللي اتنشرت على الإنترنت، شنو هو انطباعك وشنو حسيت كي شفت الفيديو؟ اول ما شفت تصاور في لي سيكونس هذوك نتاع الفيديو في فيسبوك، صدقني ما نجمتش نقف على ساقيا، شعور ما حسيتش بيه في كل ما نجمتش نقف على ساقيا، قعدت نغزر. هو الوالد، هو بكله معناها، في ساقيه، في وجهه، في بالتفاصيل الكل، هو ملامح الوجه و كل. دخلت العينين، السنين كيفاش مرصوفين، الفوقانيين معناها السنين، الودنين، كل شيء يدل على كونه. وانت وريت التصاور للوالده، وريتها التصاور لشرنيكو. انا واختي معناها وريناها دوبا، شافت التصاور، ما احنا قلنا لها راه فما تصور معناها يشبهوا برشا البابا، قلنا لها يشبهوا ياسر. طب ما شفت، قالت كيفاش تشكوا، كيفاش ما تعرفوش بوكم يا اختي، بوكم. قالت هايك انت، حتى من كلمه هي، حتى من الصباطه نتاع ساقو هايك، هي بيده معناها. هو قالت هو حي تو قاعده معناها، عايشه على امل كونه باش يجيها معناها. تحضر في الدهار وتنظف وتعمل وتقول باش يجي هو. حرمونا من أعز حاجة في حياتنا، ما نسينفو حتى حد كان السبب، ما كانش بو كيما البيت الكل، كان بو معناها بأتم معنى الكلمة. يوما في المحكمة حبوا يشوهولو الصورة متاعو، قالوا لا مسلم في ولاده وماشي للسعودية يخدم معناها، ما يحبهمش. نأكد لك كونه معناها حتى في عائلتنا فماش واحد يحب صغاره قد الوالد ما حبنا، يرعش علينا يرعش. تصور في حياته ما كانش يخلينا نعطو حتى العطار باش نشري خبز، يقول معناها اي كلمة خايبة نسمعها انا وما توصلش لودنين بنيتي. ربي ظاهر الحقيقة، ربي ظاهر الحقيقة ان شاء الله يا رب.
عبد الملك اسبوعي، والا بلوتو بالنسبه للشيخ شرنيكول، يعني انت متاكده انه الشيخ احمد الازرق؟ متاكده لي هو هذاك بابا، هذاك هو ملي شفناه ملامحه الفورمه نتاع فمه هكا البروفيل نتاعو الغرقه من هنا، هذوما تقعيرات نتاع شعره السقيه من السباطه نتاع ساقه عرفته، قلت له هو قلنا لك هو. ما عندناش حتى شك، معناها نصبروا نتفرجوا نقولوا هو، ما فماش معناها عذاب 26 سنه في العذاب والله كان معناها تعدم وعند ربي شهيد معايش في الجنه اي، اما 26 سنه عذاب عليه لحمي كله يرعش. انا توا متاكده انا نستناو فيه وقت يجيو هكاو، احنا من لولنا راهو من لولنا ما عندناش شك اللي هو مات من لول، لازي واحد لهنا احنا تو برشا معناها قال ميكانسيان هوني قالنا راه واحد داخل فيهم بالكدا، قال راه بوكم حي ما قتلوش، راه جاركم حي ما قتلوش، جاركم حي ما قتلوش حمادي. حمادي هذا يخدم مع جماعة الداخلية وكل شيء الكتاسيان هو واحد داخل فيهم بالكدا بالكدا، فهمتني؟ سفيقسي سفيقسي هو، فهمتني؟ جاء واحد من جماعة الأمن وقتها قال له حمادي، قال له مش الراجل هذاك أحمد الأزرق جاركم لهنا يسكن هنا اللي جابوه من السعودية وعرفوه، قال له يسكن هوني فوق ولاده ديما ساعات يتعداو من هنا، قال له راهو ما قتلوش، راهو ما قتلوش حبيبي راهو مازال حي. وبعد خاف كي رجع قالت لهم نزيد نسالكم، بعد قال لي راهو ما جانيش وحب فرد مره خاف خرج معاش. انا من وقتها عندنا احساس ديما نقول معناها بابا حي، حتى فين جات الثوره فرحنا اللي حق بابا باش يظهر، فهمت؟ والنهار اللي جاي راشد الغنوشي كان هو ريناه، معناها كان هو ريناه خاطر صاحبه صديقه كان هو متبكاو، وقلنا هذاك هو تو حق بابا باش يظهر، تو عام واكثر من عام معناها كل يوم احنا نستناه، وقتاش حسينا روحنا ما عادش عندنا صبر، معني حتى فين سمعنا لها وتاكدت ان احنا متاكدين 100% اللي هذاك هو استنوا فيه وقتاش يجي ربي يظهر الحق. امين وربي يظهر حقه.